الحقيقه الغضب الشديد اللي ساد لفت نظري انه خلى زميل اعلامي يعلن الاعتزال. تخيل ازاي يعني؟ مش اللاعب بس يبطل، صديقنا العزيز الناقد الرياضي المتميز اسامه السويسي. اسامه السويسي واحد من النقاد الصحفيين المحترمين جدا وبيثري الاعلام الخليجي الحقيقه بتجربه هايله جدا في الدوحه. فجاه لقيته كاتب خلاص انا قفلت كل حساباتي على كل السوشيال ميديا وقررت الاعتزال. اعتزال السوشيال ميديا، اعتزال التعاطي الاعلامي مع السوشيال ميديا بكل وسائطها. ده كان عامل حاله يعني كويس بعد فيديوهات كتيره الحقيقه، كان واحد زي فيصل زيدان وزي كل الزملاء اللي بيقدموا تجارب مهمه جدا. ايه اللي حصل وازاي الغضب اللي اشار اليه الاستاذ حسن المسكاوي يصل للدوحه ويخلي اسامه السويسي يعتزل؟ اسامه السويسي مساء الخير. مساء الخير استاذ ابراهيم، تحياتي ليك والبشمهندس عادل بتاعي. تحياتي يا اسامه، انا كنت خايف لا تكون اعتزلت الرد علينا كمان. لا ما اقدرش، بيتي ومكاني وتحت امره في اي وقت طبعا، الاهلي عودنا انه لما يقول عاوز كلنا نقول حاضر. ايه الحكايه؟ طب اشرح لنا ايه اللي حصل؟ والله يا باشمهندس مش عايز ادخل في تفاصيل شخصيه كتير، لكن عايز اقول ان هي عوده للهدف الحقيقي لمواقع التواصل الاجتماعي، لانه واضح ان الحديث عن الشؤون الرياضيه واضح ان هو بيجيب وجع دماغ، وده غير اهانات وشتائم. الخلاف بقى صعب فيه قوي. بالاضافه الى انه يعني انا كنت سعيد ان انا وانا بتابع الحلقه دي شفت بينكم خلاف بينك وبين الاستاذ ابراهيم على موضوع الدوافع، وكان الاختلاف في منتهى الرقي ومنتهى الاحترام، ووصل في النهايه لنقطه التقاء. اتمنى ان ده يكون في ثقافه اختلاف عند الناس، ولكن انا اللي انا عملته نداء، رساله واضحه وصريحه ان انا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سواء تويتر ولا فيسبوك ولا اليوتيوب انا مش بيرجع لي اي عائد منها، غير ان انا واحد حابب للكيان، واحد بدافع عن الكيان، والغالبيه العظمى الحمد لله عارفين ان انا موجود خارج مصر وبشتغل وعندي شغلي وعندي العقد اللي انا بتعاقد فيه وشغال. بالاضافه لانه ناس كتير برضه مش واخده بالها ان تجهيز حلقات اليوتيوب علشان تقول حاجه لتنوير الناس وتوصل لهم اللي بيحصل خلف الكواليس او تقول لهم الحقيقه بيحتاج وقت وجهد كبير، ده طبعا غير المونتاج ورفع الحلقات وتجهيز الغلاف وغيره وغيره وغيره. ولكن يصعب عليك لما انت توصل لديك الدرجه ان انت لما تقول كلام للناس عقلاني وبهدوء وبعد المباراه تقول لهم ان كان في اخطاء 1 2 3 بمنتهى الهدوء، ولكن في نفس الوقت ما ينفعش ان انا اخد الاخطاء دي واقول فجاه كده على مدرب خلال 10 شهور عمل وصلت لي منصه التتويج 6 مرات منهم 5 بطولات ومره ثالث عالم، وجاب 2 سوبر افريقيا وسوبر افريقيا ودوري وكاس، يبقى فجأة كده أقول عليه مدرب كفتاجي وما عنديش فكرة وإن الإدارة بتخرف وإن أنا لازم أمشيه، ويتقال عليك إن أنت بتطبل وإن أنت راجل منتفع ويبقلد عليك إن الكلام ده. أتحدى إن الناس دي لو حد خد البطولات دي في 10 شهور كان زمان الناس دي بتطالب إن هي تروح تلعب في الدوري الإنجليزي أو الدوري الأسباني، مش تقعد معانا في مصر. دي حاجة، الحاجة الثانية ويمكن الناس وصلها الكلام دوت قبل كده بشكل غير مباشر، دي ناس كسبت سوبر افريقيا وناس كسبت بعدها باسبوع سوبر مصري بضربات الترجيح، قالت اتعشت ومش عايزين حاجه تاني. صحيح. المعروف ان جمهور الاهلي ما بيرضاش غير بالمركز الاول، ولكن قبلها بكام يوم انت كجمهور النادي الاهلي كنت في منتهى السعاده وانت بتشوف احتفاليه النجمه العاشره، وكنت بتتغنى بيها، وناس كتير من المعسكر الثاني اشادت بيك واشادت بالموقف ده. لكن ان انت لما تيجي انا كواحد اهلاوي ومعروف ان انا الحمد لله حب للنادي الاهلي ملهوش مقابل غير ان انا ابقى مبسوط وسعيد بانتصارات الكيان ده، الاقيك بقول لك ان انت ما تنجرفش ورا الكارهين للاهلي اللي عاوزين عدم استقرار ليك واللي بقالهم فتره طويله شغالين على المدرب ده اللي باع عدتهم بجد،
وان ما ينفعش ان انت كاهلاوي انك انت تساهم في الكلام ده وتقول عليا بقى انا طبال ومدافع وكلام كبير بالشكل ده، لا يبقى خلاص بلاها احسن ونخلينا في التواصل الاجتماعي، اسال عليك اعزيك اطيب خاطرك اقول لك كل تسمح لي يا استاذ اسامه، اقول لك الف مبروك. تسمح لي يا استاذ اسامه ان اختلف معاك جمله، اتفق مع كل كلمه قلتها واختلف معاك جملة وتفصيلا في الموقف الذي اتخذته لسبب بسيط جدا. حضرتك على عيني وعلى راسي. لا اسمعني بقى زي ما سمعتك كده. اتفضل. الكلام الراقي اللي انت قلته ده يعني مش هقول لك خسارة لكن جريمة ان يحرم النادي الاهلي منه. ايا كانت الخلافات، ولهذا حب النادي الاهلي احنا قلنا فاتورته عالية. احنا بندفع فواتير وبيتقال علينا احيانا نفس الكلام ده واكتر، لان الاتفاق على البشر مستحيل. وهناك في هذه اللحظه تحديدا يا استاذ اسامه هيتضغط على كل الناس اللي عايزه تنور مواقف للنادي الاهلي، عشان احنا داخلين بالبلد كده على فتره انتخابيه. حظ صحيح، حظ النادي الاهلي أن تأتي السلبيات القليلة في هذه اللحظة. لو كان الوضع معكوس، لو بدأت بسلبيات وانتهيت بما حققته لكانت تماثيل قد أقيمت، ولكان الكثير مما تسمعه الآن مش هتشوف أصحابه. ولكن اللحظة التي يتمناها من هم داخلك لا يريدون للأفراد الموجودين دلوقتي النجاح، أو أنهم يكرروا تجربة النجاح والاستمرار، ومن أعدائك مش للأسف خصومك يا سيدي الخارجيين اللي عايزين يصغروا ويقللوا من إنجازاتك، فيأتي من هم منتمين للنادي الأهلي يديهم هذا السلاح بأن هم يحطوا إيدهم في إيد بعض والاتنين يمشوا في نفس الطريق سواء بوعي أو غير وعي. الإحباط لا يجرفنا أن ننزوي. يا سيدي هو في أعز من بلدنا ولا النادي اللي بنحبه إن احنا يا سيدي نطبل له؟ احنا بنطبل في الصح مش في الغلط يا أستاذ أسامة. إذا كنا أصحاب قضية وأصحاب موقف وقناعات مفيش حاجة تخلينا نبعد ونرمي سلاحنا عشان جزء من الناس يقابلهم 10 أجزاء بيحبوك ومستنيين كلمتك وبيصدقوك. لا يا استاذ اسامه مخالفك الراي. باشمهندس ربنا يكرمك يا باشمهندس، انا انت عارف ان انا مش من طبعي ان انا لا لا لا. وبعدين هو احنا هو احنا على الساحه كم واحد يا استاذ اسامه؟ يا استاذ اسامه احنا محتاجين لكل انسان عاقل بيحب الاهلي بوعي وبحق وبصدق وما بيتكلمش في باطل، انت بتتكلم في حقيقه. قول الحقيقة وسيب العشرات يقتنعوا بيك ويصدقوك، وخلي القلائل اللي يهاجموك يا سيدي على راسنا من فوق لحد ما نعدي الفترة دي إن شاء الرحمن. وزي ما عودتكم إن شاء الله بإذن الله تكون بس استراحة محارب مش أكتر. لا لا ولا استراحة ولا يوم. لا ولا لا 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 ولا يوم ولا يوم. المهندس عدلي مش هيمضي لك ورقة أجازة ولا يوم يا أستاذ أسامة. إحنا في أحوج وقت لكلمة الناس الصادقة اللي بتحب القلب الأهلي من قلبها وبدون منفعة. أنت راجل قاعد بره أسهل حاجة تقول أقفل وارتاح، لكن من يحارب في سبيل الأهلي الآن نحتاج لكل قلم. ولا يوم يا أستاذ أسامة مش مقبولة يا أستاذ أسامة. في انتظارك يا أسامة. والمهندس عدلي ما مضاش الورقة خلاص. أنت وصديقي العزيز الأستاذ إبراهيم تحياتي ليك ولكل المتابعين، ربنا يكرمكم وبارك الله فيك. أنا كنت عايز أقول لك شوف مين بيحب الأهلي زيك كده واظهروا على الساحة دلوقتي. يلا عندك ترجع ومعاك العشرات يا أستاذ أسامة إن شاء الرحمن بإذن الله. شكرا جزيلا للصديق العزيز والإعلام المتميز الزميل أسامة السويسي من الدوحة. وأعتقد يعني شوفوا الغضب كان وصل لفين، لأن الحقيقة هي ظاهرة موجودة بيعز على الإنسان طبعا إن أنت تقول رأيك وتقول رأيك لصالح الأهلي فتستقبل بإساءات وتطاولات، أعتقد دي مسألة مسيئة جدا محدش يقبلها ومحدش يتحملها كمان. وليه كل غضبنا في الإساءة؟ اه
قول ده كويس وده وحش وخلصنا. اقبلني او ارفضني. انا لسه بقى انا وانا بناقش الكابتن شوقي قلت له من حقك تعمل كذا، من حقك تقول كذا، من حقك، بس في الثوابت ما تغيرهاش، بس الارقام والحاجات دي ما يصحش يتقال على الاهلي كده، لكن انت حر في قناعتك والذي لا اتفق معاك فيها على فكره، لكن انت حر.